الفكرة الأكثر إغواءً وإغراءً منذ خلق الله آدم كانت ولا زالت الخلود إمورتاليتي، بحث عنها في عدة أشكال وصور. في جنة عدن استخدم الإبليس دعاية تسويقية محورها الخلود، هل أدلك على شجرة الخلد؟ اعتقد أبونا عليه السلام أنه إن تناول منها قضمة فسيحيا أبدا. حتى بعد الهبوط من الفردوس الأعلى السرمدي إلى الأرض الفانية التي ندفن فيها أحبابنا ونودع فيها ذكرياتنا، لم يضعف هذا الإغواء ولم تذهب هذه. تطبيقات التواصل الاجتماعي والكاميرات الذكية التي نحملها في هواتفنا، جاءت فكرة التطبيق الذي سيغير وجه الأرض، The Box of Life، صندوق الحياة. الجيل القادم من أطفالنا، هذا الذي نلتقط له عدة صور في اليوم، والذي قبل أن يبلغ الخامسة يكون له حساب في كل مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يأتي الوقت الذي ينشر فيه على خجل قصدته الأولى وآراءه السياسية وتشجيعاته لفريق المفضل ومدربه المحبوب وربما كواليس المسلسل الذي يعشقه. في صندوق رسائله وسجل مشاهداته تظهر نزواته وانفعالاته، الأشياء التي بحث عنها كثيرا وعاد لها مرارا وتكرارا. هذا المستخدم الذي لا يدع شاردة وواردة إلا نشرها لتحفظ في سيرفرات آمنة تقع في خندق يحميها حتى من القنابل النووية نفسها. نبرة صوتك وتلميحات وجهك، الأمور التي تسعدك وأحيانا تغضبك، الإيموجي الذي تستخدمه في انفعالاتك وحتى منشنك، كله محفوظ. همسك للأصحاب وخطاباتك التي تلقيها في المؤتمرات، مسوداتك التي لن تنشرها، وتناقضك هذا الذي لا نفهمه، كلها تشكل ماهيتك. نظريا إذا قمنا بجمع كل هذه البيانات عبر برنامج ذكي خارق ثم قمنا بتحليلها، فإننا نستطيع أن نستنسخ منك نسخة محاكية تقوم بكل ما تقوم، لكنها نسخة خالدة منك، لا تموت ولا تحتاج إلى هواء ولا غذاء ولا إلى إغماضة عين ولا دفقة نعاس، نسخة تستدعي كل ما تنساه بسرعة هائلة. خلد الفراعنة عبر مئات السنين جمال عيني حتشبسوت، وأهل الأمازون أبقوا في الذاكرة وسائل صيدهم، والشعراء الجاهليون لازلنا نحفظ قصائدهم حتى هذا اليوم. تقدم العلم حتى اخترع الإنسان وسيلة تحفظ ذبذبات الصوت وتخزنه ليبقى بينك وبينه ضغطة زر، لتستمع الآن إلى خطبة عمرها أكثر من 100 سنة. استمرت مسيرة الاكتشاف حتى اخترعنا الكاميرا التي تحفظ وجوه أجدادنا وألوان ملابسنا وعاداتنا وتصاميم المدن التي عمرناها على ظهر هذا الكوكب. وفي المستقبل القريب سيبقى صوت صديقك الذي يواسيك في أحزانك، والآخر الذي يسخر منك إذا انهزم فريقك ويطقطق عليك. سينساب إلى طبلة أذنك صوت الأم الذي يشعرك بالدفء والحنان، وقصائد شاعرك المفضل وهم تحت التراب منذ 10 سنين. هذا الكلام ليس من وحي الخيال العلمي ولا مجرد أمنيات واحد من بني آدم الذي تمنى الخلود يوما ولم يحصل عليه. للاستزادة عن هذا الموضوع أرجو متابعة محاضرة الدكتور خالد اليحيى، وعود المستقبل، التي ألقاها ضمن فعاليات ملتقى ومضات.